حالة في الأسواق المالية بنسميها الخوف الجماعي. بتصير بالعادة لما بنتشر الخوف في الأسواق بسبب خبر أو حدث مهم زي إفلاس بنك زي ما صار بال2008، وهذا بيؤدي لانهيار في البورصات اللي بيخلي المستثمرين يسحبوا فلوسهم بشكل سريع وجماعي، وكمان بيبلشوا يسحبوا مصاريهم من البنوك، وبيصير في ضغط على شراء الذهب، بيكون كتير ضغط عالي اللي بيخلي أسعار الذهب ترتفع وبالتالي بتنزل أسعار العملات. وهون بتتشكل دوامة نحو الأسفل بتنتهي بس يصير الانهيار الكامل ووقوع المستثمرين والبنوك زي قطع الدومينو. إحنا كأفراد ما بنقدر نحمي حالنا بس إذا كان عنا مدخرات، وبفضل إنه تكون مدخراتنا على شكل ذهب ملموس. الطريقة الأحسن عشان تحمي حالك هو إنك تحاول تلاقي طريقة تعيش فيها بدون كاش. مثلاً يكون عندك قطعة أرض وتحقق اكتفاء ذاتي بأنه يكون عندك أرض زراعية بتحقق لك أمن غذائي، وكمان تعتمد على الطاقة الشمسية وغيرها من الطرق للتوفير. بس هاي الطرق ممكن ما تقدر توقف بوجه دول بتحاول إنها تأجل الانهيار الاقتصادي عن طريق تصريف الأزمة لدول تانية زي ما صار في سوريا والعراق وأفغانستان اللي كانت ضحايا لعمليات التصريف لتأجيل الانهيار.